يسر الكنيسة الإنجيلية المعمدانية العربية بأتوا دعواتكم لحضور لقاء روحي مع المرنم نزار فارس يوم السبت 15 نوفمبر الساعة 6:30 مساء، يوم الأحد 16 نوفمبر الساعة 3:30 مساء. المكان Arabic Evangelical Baptist Church 887 Canterbury Avenue أتوا أنتوريو كندا. لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال 613-219-2324. الدعوة عامة ومجانية. يوجد برنامج خاص للأطفال